أولادي وبنات الطلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في حلقات جديدة من حلقات البث المباشر في مادة مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي. اليوم بعد أن انتهينا من الموضوع الأول مبادئ التفكير الإنساني، حان موعدنا مع الموضوع الآخر والثاني، وهو يتناول تعريف أولا نشأة الفلسفة وتعريفها وأهميتها وأهم ما تقوم به من وظائف. عزيزي الطالب، كما هو مبين أمامك على الشاشة، في الموضوع الثاني من موضوعات منهجنا لهذا الفصل الدراسي يتناول الفلسفة من حيث نشأتها وتعريفها وأهميتها. نبدأ باليوم في كما هو مبين أمامك، هنشوف إحنا المفروض الحلقة بتاعتنا هيكون شكلها عامل إزاي. إن شاء الله بإذن الله في نهاية الحلقة أنت هيكون عندك القدرة على تحليل ومناقشة نشأة الفكر الأخلاقي في بلاد الشرق القديم، وبعد ذلك القدرة على المناقشة على نشأة الفكر الفلسفي في العصر اليوناني القديم، وأشرح لك يعني إيه فكر أخلاقي وأشرح لك يعني إيه فكر فلسفي في حلقتنا اليوم. وأيضا هيكون عندك القدرة أنك أنت توضح الفكر الفلسفي في العصر الراهن أو المعاصر شكله عامل إزاي، وهل يختلف عن الفكر الفلسفي قديما وحديثا ومعاصرا ووسيطا، لأن تاريخ الفلسفة أحبائي الطلبة لا يختلف عن التاريخ الإنساني في شيء. عندنا التاريخ القديم، وبعد كده تاريخ الفلسفة في العصر الوسيط، وبعد كده تاريخ الفلسفة في العصر الحديث والعصر الراهن أو العصر المعاصر. أيضا أحبائي الطلبة، تطبيق الفكر الفلسفي على قضايا حياتية في العصر الراهن، يعني الفلسفة في هذا العصر أو في هذا الوقت بالذات. التمييز بين التعريفات العامة للفلسفة، الفلسفة لها عدة تعريفات كما سوف نرى، وهتكون إن شاء الله عندك القدرة على اقتراح زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا ماشيين من بداية موضوعنا اللي هو مبادئ التفكير الإنساني، إنك أنت بنديك الخطوط العامة وأنت من خلال هذه الخطوط العامة قادر على إنك على الإبداع وقادر على التعريفات الناتجة أو التي تنبع من عقلك بعد فهم جيد للدرس إن شاء الله. أخيراً هتوضح الأصل اللغوي لكلمة فلسفة. هنشوف معنا أبنائي الطلبة، أي علم في الدنيا له نشأة. أي علم في الدنيا له نشأة. الفلسفة لدينا لها نشأة، ونشأة قوية ونشأة عظيمة. في بداية الأمر كان هناك في إحنا بنقول إن الفكر الفلسفي، ولازم تخلي ده واضح في ذهنك، أن هناك فكر فلسفي وفكر أخلاقي، فكر فلسفي وفكر أخلاقي. الفكر الأخلاقي أول ما ظهر كان في حضارات الشرق القديمة، زي حضارة الصين، حضارة الهند، حضارة مصر القديمة. ما هو الفكر الأخلاقي يا مس؟ الفكر الأخلاقي هو فكر قريب من الفكر الديني، أو هو فكر ديني، يعني الفكر الأخلاقي والديني عبارة عن أوامر وتعليمات، عبارة عن افعل ولا تفعل، حب لغيرك ما تحبه لنفسك، افعل الخير وابتعد عن الشر، حب العدالة وأنبذ أو اكره الظلم، وإلى آخره. دي مجرد الفكر الأخلاقي والديني، عبارة عن تعليمات وأوامر وفيها نوع من أنواع الحكمة. طيب الفكر الفلسفي أبناء الطلبة، الفكر الفلسفي الحقيقي، الفكر الفلسفي النظري، ظهر أول ما ظهر في بلاد اليونان. وبلاد اليونان هي اليونان إحدى الدول الأوروبية موجودة إلى الآن، عاصمتها أثينا. طيب كما هو مبين أمامك أن الفلسفة لها نشأة، وقلت من منذ قليل نشأة قوية جدا. طيب هل يمس السؤال اللي ممكن بقى تطرحه عليا في هذه النقطة، هو الفكر الفلسفي الحقيقي ظهر في بلاد اليونان، طيب هناك حضارات أخرى كانت معاصرة لليونان ظهر فيها إيه؟ أقول لك أن الفكر الأخلاقي والحكمة والفكر الديني ظهر أول ما ظهر في بلاد أو حضارات الشرق القديم. طبعا حضارات الشرق القديم موجودة منذ القدم، كانت هذه الحضارات هي فجر الضمير الإنساني، هي فجر الوعي الإنساني، هي فجر المعرفة الإنسانية. ده لازم ندي لكل حضارة من حضارات الإنسانية حقها.
وقد ظهر في تلك الحضارات القديمة اللي كانت في مصر، وزي ما قلت بابل وأشور، حضارات العراق، العراق العظيم، وكذلك في بلاد فارس والهند. هي دي حضارات الشرق القديمة، ظهر فيها ماذا؟ فكر أخلاقي وفكر ديني، فكر أخلاقي وفكر ديني. هذا الفكر لم وضعوا فكر أسس لفكر لم ينفصل ولم ينعزل بشكل كبير عن الدين والأخلاق. خلاص، يبقى الفكر الأخلاقي زي ما أنا قلت عبارة عن تعليمات وأوامر وأخلاقيات تعليمات أخلاقية وتعاليم دينية. تمام، بعد كده أبناء الطلبة ننتقل على النقطة اللي بعد كده. طيب، لما يجي لك سؤال يقول لك الفكر الفلسفي الحقيقي، الفكر النظري، الفكر الفلسفي النظري، الفكر الفلسفي بوصفه النظرية، الفكر الفلسفي باعتباره مثلا وجهة نظر تميز الفيلسوف فلان أو عند الفيلسوف فلان، ظهر في ماذا؟ ظهر في أين؟ أي حضارة ظهر فيها هذا الفكر الفلسفي النظري الحقيقي؟ ظهر لأول مرة أبنائي الطلبة عند فلاسفة اليونان، في بلاد اليونان، ظهر عند فلاسفة اليونان العظام. وهذا الفكر كان يتسم بالطابع النظري العقلي التأملي الخالص عند اليونانيين، يعني أصبح هناك نظريات فلسفية، مثلا نظرية الفيلسوف سين في الأخلاق، نظرية الفيلسوف سين في المنطق، وإلى آخر الموضوعات اللي احنا هنتعرض ليها بشكل واسع في الحلقة، في هذه الحلقة والحلقات القادمة. يبقى عندما أتحدث عن النشأة الحقيقية للفلسفة كفكر نظري عقلي تأملي خالص، هنقول ظهر هذا الفكر في بلاد اليونان على فيما بين القرن السادس والقرن الرابع قبل الميلاد، على يد الحكماء الأوائل في مقدمتهم طاليس. في مقدمتهم نقول مع بعض الاسم ده، طالما انا عارفه ان هو اول مره انت تسمعه او اول مره تشوفه، اسمه طاليس. الفلاسفه اليونانيين اول ما بداوا الفكر الفلسفي الخالص بداوا ينظروا الى الكون، وبداوا يتساءلون اسئله، هذه الاسئله تدور حول النشاه الاولى للكون. ما ان الكون اتنشا ازاي؟ هل اصل الكون من تراب؟ هل اصل الكون من ماء؟ هل اصل الكون من الهواء؟ والى اخره. طاليس كان أول الفلاسفة اليونان الذين طرحوا تساؤلا هاما، أو التساؤل الفلسفي الهام، ممن نشأ الكون، أو ما هي المادة الأولية التي نشأ عنها الكون. قال بقى يا أولاد إن المادة الأولى اللي نشأ منها الكون هي العنصر الرطب اللي هو الماء، لأن الماء هو أصل كل ما في الكون، وإن المية بتشغل حيز كبير من الكرة الأرضية. يبقى للمرة الثانية والمرة الثالثة، الفكر الفلسفي النظري الحقيقي عرف أول ما عرف في بلاد اليونان على يد فلاسفة اليونان العظام وفي مقدمتهم طاليس. الفرق بينه وبين الفكر اللي كان سابق على حضارة اليونان إن الفكر في الحضارات الشرقية القديمة كان فكر أخلاقي وديني. ننتقل بعد ذلك أحبائي الطلبة، ظلت الفلسفة بعد كده، هي الفلسفة لم تقف عند حدود طاليس، ولم تقف عند حدود الفلاسفة اللي تناولوا أو اهتموا بسؤال كيف نشأ الكون. تمام، الفلسفة فضلت يا أبنائي الطلبة، أي علم في الدنيا بيبدأ صغيرا ويبدأ بسيطا ويظل أفكاره وتظل معلوماته تنمو وفي ازدياد وفي تطور وفي تقدم إلى أن يكتمل بشكل كبير. الفلسفة أتمت نضغها على أيدي سقراط الفيلسوف اليوناني العظيم. سقراط هو فيلسوف الثورة اليوناني، إحنا بنطلق عليه في الفلسفة فيلسوف الثورة وفيلسوف النقد اليوناني. كانت فلسفته أخلاقية في المقام الأول، كان بيشغل باله في أو كان ذهنه دائما مليء بتساؤلات أخلاقية وتساؤلات عن العدل وتساؤلات عن الفكر الأخلاقي والفكر الأخلاقي بشكل نظري بشكل فلسفي. هو طبعا يقال عنه أو مشهور عنه أنه هو أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، وصاحب الشعار الشهير اعرف نفسك، اعرف نفسك بشكل عقلي، استخدم عقلك كي تعرف نفسك، وتكلم حتى أراك، و إلى آخره. يبقى الفلسفة في اليونان أتمت نضجها على يد الفيلسوف سقراط، وبعد ذلك توالى تلامذته تباعا بعده، يعني جاء بعد سقراط تلميذه أفلاطون.
وبعد أفلاطون جاء أرسطو. هؤلاء الثلاثة سقراط أفلاطون أرسطو بشكل متتابع ورا بعض ورا بعض في التتابع الزمني، هم نطلق عليهم فلاسفة اليونان العظام، إن الفلسفة كانت على أيديهم تطورت بشكل كبير. لكل منهم على الرغم إن هما كانوا كل فيلسوف لاحق تتلمذ على يد الفيلسوف السابق، على الرغم من إن كل واحد فيهم تتلمذ على يد الفيلسوف الذي سبقه، إلا إن كل واحد من هؤلاء الفلاسفة العظام كان ليه وجهة نظر وكان ليه فلسفة خاصة بيه. فلسفة سقراط كانت بشكل كبير فلسفة أخلاقية، فلسفة أفلاطون تلميذه كانت بشكل كبير فيها حتة رياضيات وفيها اهتمام بالموسيقى وفيها اهتمام بتصور المدينة الفاضلة. ليه تصور شهير جدا يا أولاد في كتابه الجمهورية عن المدينة الفاضلة، مدينة خالية من المشاكل ومدينة بها كثير من الأشياء الإيجابية. وخلي بالك هنا هو قال إن الفيلسوف لابد أن يحكم هذه المدينة المثالية، يعني هي مدينة أفلاطون معروفة جدا ومشهورة جدا في الفكر الفلسفي لدينا. اهتم الرياضيات، عمل أكاديمية كبيرة جدا في مكان جميل جدا في بستان هو اختاره بنفسه، وقال كتب عمل شعار جميل جدا في على الأكاديمية بتاعته: لا يدخل علينا إلا من كان رياضيا وهندسيا متمكنا. هتقولي لي يا ميس إيه اللي جاب الفلسفة والأخلاق وده كله للرياضة والهندسة؟ هقول لك إن الفلسفة كما سوف كما هي احنا انت هتشوف دلوقتي ان الفلسفه كانت هي ام العلوم، كانت هي علم العلوم. يعني طبيعي جدا ان الفيلسوف زمان كان بيتكلم في الدين، عنده رؤى دينيه ورؤى سياسيه ورؤى اخلاقيه ورؤى منطقيه، يعني بالمعنى البلدي كده الفيلسوف موسوعه، موسوعه شامله، له حديث او له نظريات في كل الموضوعات، في كل الموضوعات. طبعا الكلام ده كان مناسب جدا جدا للعصور الماضية، ولكن عشان احنا عصرنا دلوقتي وعصر عصر المعلومات وعصر فيه معلومات كثيرة وعصر تشابك وعصر تداخل في المعلومات، أصبح التخصص مطلوب، إن لكل مقام مقال. أصبح الفيلسوف الخاص بفلسفة السياسة هو فيلسوف في فلسفة السياسة. تمام؟ يبقى أفلاطون الذي تتلمس على يد سقراط أخرج لنا فلسفة مختلفة تماما عن فلسفة أستاذه. طيب تعالوا بينا نشوف من الفيلسوف الثاني، أرسطو. أرسطو بالمناسبة أرسطو كان هو معلم الإسكندر الأكبر، هو اللي علم الإسكندر الأكبر السياسة من هو عنده 9 سنين. أرسطو كان ويقال أن هو كان الإسكندر الأكبر بيصطحبه معه في كثير من الفتوحات التي كان يفعلها. تمام؟ يبقى أرسطو مؤسس علم المنطق كما هو مبين أمامك، وعلم المنطق ده إن شاء الله اللي هيتخصص منكم في القسم الأدبي هيدرس جزء مهم جدا وجوهري في الفلسفة يسمى بعلم المنطق، وهو العلم طبعا أنا مديك فكرة عنه بشكل مباشر، والعلم الذي يضع قواعد ومبادئ التفكير السليم ويحمي العقول من الوقوع في الخطأ. يبقى أنا عندي فكر فلسفي تطور بشكل كبير جدا في بلاد اليونان على يد فلاسفة اليونان العظام، بدءا من سقراط ومرورا بأفلاطون تلميذه ووصولا إلى أرسطو، وتوالت أعمال الفلاسفة تباعا، لأن الفكر الفلسفي لم يتوقف عند هؤلاء الفلاسفة. هؤلاء الفلاسفة قدموا لنا الأسس وقدموا لنا المبادئ العامة التي سارت عليها الفلسفة إلى وقت طويل. بعد ذلك الفلسفة في هذا العصر اليوناني كانت بتهتم بموضوعات كثيرة، منها فن تسيير الحياة ومعنى الفضيلة، إن إزاي أساعدك على إنك أنت تحيا حياة خالية من المشاكل، حياة تكاد تكون قريبة من المثالية، والفضيلة وعكسها الرذيلة، ومعنى الحكمة ومعنى العدل ومعنى معاني كثيرة جدا جدا. من ضمن الموضوعات اللي ناقشتها الفلسفة في العصر اليوناني بشكل نظري تأملي عقلي التغيرات التي طرأت على الموجودات والكون ومن الذي أوجده. احنا قلنا ان السؤال الأساسي اللي طرحه طاليس، او كان السؤال الأساسي في فلسفة طاليس، عن المادة الأولى الذي وجد منها الكون، وتوالت النظريات وتوالت الأسئلة في هذا المجال بشكل كبير على يد فلاسفة جاءوا بعد طاليس.
واصبحت برضو، وكانت الفلسفه في ذلك الوقت تبحث في قيم جميله جدا، قيم العدل والخير والجمال وقيم عديده بشكل كبير. طيب الفلسفه اليوم، الفلسفه في العصر الراهن، الفلسفه في عصورنا الحديثه والمعاصره، اصبحت ابنائي الطلبه الفلسفه لا تتوقف فقط عند حدود النظر او حدود التامل، اصبح هناك في نوع من الاحتكاك اكثر بالواقع، الاحتكاك اكثر بالحياه، حياه الانسان العاديه، حياه الانسان اليوميه، اصبح هناك تجاوز للنظر، للنظر طبعا احنا نظر يعني نظريه، يعني فيها كلام كتير وفيها الحديث عن المبادئ الاولى والحديث عن الاسباب والحديث عن العلل، اصبح هناك تجاوز لهذا النظر الى والخروج الى العمل بقى، والخروج الى التطبيق، والخروج الى الواقع الانساني والاحتكاك به والاهتمام بالواقع الانساني بمشاكله. يبقى الحكمه النظريه هي في نوعين من الحكمه، الحكمه النظريه اللي بتهتم بشكل كبير بالشكل النظري، بشكل النظري، الفلسفه ظلت كثيرا ابنائي الطلبه مهتمه بالحكمه النظريه ومهتمه بالتامل ومهتمه بالنظريات بشكل كبير، ولكن متى خرجت الفلسفه من حدود النظر لحدود الحكمه العمليه، من حدود النظر لحدود الواقع، من حدود النظر لحدود التطبيق العملي؟ في وقتنا الحاضر اهتمت بهذا، الفلسفه اهتمت بهذا الموضوع بشكل كبير، نظرا للتطور الهائل اللي احنا عايشين فيه، ونظرا الى حاجه الانسان الى كل ما يقترب اكثر من حياته، الى كل ما يقترب، انت بتهتم اكثر باللي بيسهل عليك امورك وبيسهل عليك وبيسهل عليك فهمك للواقع وحلها وحل مشاكل هذا الواقع. يبقى اصبحت الفلسفه الان اكثر اقترابا من الواقع، اكثر بحثا عن ما هو عملي، اكثر بحثا عن ما هو واقعي، اكثر بحثا عن ما هو يهم الانسان في حياته اليوميه وحياته العاديه. يبقى إذن أصبح هدف الأساسي للإنسان بوصفه أساس المجتمع هو الهدف الذي تبحث عنه أو يبحث عنه الفكر الفلسفي في زمننا المعاصر. اهتمت الفلسفة اليوم بقضايا هامة كما هو مبين أمامك، القضايا البيئية، قضايا التلوث، أخلاقيات البحث العلمي. يعني إيه أخلاق البحث العلمي؟ تحكمه أخلاقيات اللي هي زي الأمانة وزي أخلاقيات كثيرة جدا هنتعرض ليها إن شاء الله في الموضوعات القادمة. قضايا المرأة، قضايا المرأة المعرفية، أن المرأة لها الحق في المعرفة، وأن المرأة لها الحق في البحث، وأن المرأة لها الحق في التعلم مثلها مثل الرجل تماما. يعني طبيعي جدا إن إحنا نجد دلوقتي المرأة الفيلسوفة التي تبحث والتي تمارس الفلسفة مثلها مثل الرجل الفيلسوف بالضبط. وعندنا برضو اهتمام الآن بقضايا التنمية، قضايا التطور، قضايا الحداثة، قضايا علمية زي الذكاء الاصطناعي، زي القضايا البيئية كما هو مبين أمامك. يبقى إذن خلاصة هذا الشرح أن الفلسفة كانت تعلمنا قديما، قالت كيف نفكر، كيف نتأمل، كيف ننظر إلى الأمور، كيف نفكر، وكيف نتعمق في هذا التفكير وهذا النظر. أصبحت الفلسفة الآن لا تعلمنا كيف نفكر فقط، ولكن أصبحت أكثر قربا من الواقع، أكثر قربا من الحياة العملية، تعلمنا كيف نحيا، كيف نغير، كيف نقاوم، كيف ننقد، وكيف. كيفيات كثيرة جدا 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 الفلسفة أصبحت تهتم بيها، وأصبحت تجاوب على مثل هذه التساؤلات. أنتقل إلى موضوع آخر وهو تعريف الفلسفة. يبقى إذن إحنا بدأنا بنشأة الفلسفة، لازم قبل ما نخش على تعريف الفلسفة يكون واضح في ذهنك أن الفكر الفلسفي الحقيقي النظري ظهر أول ما ظهر في بلاد اليونان. أما ما قبل بلاد اليونان أو في الحضارات التي سبقت بلاد، في الحضارات الشرقية القديمة، الإنسان كان في الحضارات الشرقية القديمة ما كانش قاعد بيتفرج وكان قاعد بينحت تماثيل فقط لا غير، لا، الإنسان في حضارات الشرق القديم كان بيفكر أيضا، ولكن فكره كان في ارتباط أكثر بالأخلاق وارتباط كبير بالناحية الدينية. ننتقل إلى تعريف الفلسفة. أنا عندي كما هو مبين أمامك التعريف اللغوي والتعريفات العامة. التعريف اللغوي للفلسفة يعني تعريفها اللغوي في داخل اللغة، والتعريفات العامة هناخد تعريفين وهنشوفهم دلوقتي حالا إزاي تم تعريف الفلسفة. نبدأ بالتعريف اللغوي. أي علم في الدنيا بيبقى ليه تعريف لغوي، يعني بيبقى ليه أصل لغوي، جاء يعني هو نشأ، أول ما نشأ طبعا في مجتمع له لغة، يتحدث لغة معينة،
الفلسفة أصلها يوناني، يبقى إذا أكيد معناها أصل مشتقة من اللغة اليونانية، أو أصلها من اللغة اليونانية. كما هو واضح أن كلمة الفلسفة في تعريفها اللغوي هي كلمة يونانية الأصل، مشتقة من كلمة فيلو، فيلوسوفيا. وإحنا عارفين أبنائي الطلبة أن هناك كلمات مكونة من مقطعين بتتجاوز المقطع الواحد إلى مقطع. فيلو هنا عندنا كلمة فلسفة اللي هي فيلوسوفي باللغة الإنجليزية، النطق بقى بتاعها اليوناني أو فيلوسوفيا. فيلو المقطع الأول ده بمعنى حب، بمعنى محبة، بمعنى تفضيل، بمعنى إيثار. شايفين أنا مديك كم معنى لكلمة فيلو؟ وصوفيا هي الحكمة. طب تيجي ندمج المقطعين مع بعض يعملوا لنا حب الحكمة أو محبة الحكمة. طب يا ميس، هي الحكمة دي اللي أنا بقولها في الإذاعة المدرسية كل يوم أو اللي أنا بسمعها؟ لا، الحكمة بمعناها الفلسفي هوريها لك في الشريحة اللي جاية، ولكن دلوقتي لازم يكون واضح في ذهنك أن الفلسفة هي أصلها يوناني، مشتقة من الكلمة اليونانية فيلوسوفيا، مكونة من مقطعين. ندمج المقطعين مع بعض أصبحت بمعنى محبة الحكمة، محبة البحث، محبة المعرفة، محبة. نشوف كده معنى الحكمة في الشريحة دي. إحنا عاملين لك معنى الحكمة، أو تعال نشوف الأول قبل ما نخش على معنى الحكمة. من هو أول فيلسوف أطلق، أو من هو أول فيلسوف استخدم فيلوسوفيا؟ هو الفيلسوف اليوناني فيثاغورس الذي عاش ما بين القرن السادس والخامس عشر. يبقى الذي أبدع أو الذي أطلق على هذا الفكر التأملي العقلي النظري أول ما ظهر كلمة فيلوسوفيا هو الفيلسوف اليوناني فيثاغورس. طيب، قصد بهذه الكلمة زي ما احنا قلنا محبة الحكمة، إيثار الحكمة، تفضيل الحكمة. هقول لك دلوقتي الحكمة يعني إيه. طيب، قال طب الفيلسوف يا أولاد هيكون إيه؟ أنا بقول الفلسفة معناها حب الحكمة أو محبة الحكمة أو تفضيل الحكمة. الفيلسوف هيكون محب للحكمة، محب للحكمة، هيكون محب للحكمة، الباحث عن الحكمة. يعني أنا ما ينفعش أقول هو قال إن الفيلسوف هو الباحث والمحب العينه دايما على الحكمة، لأن قال إن ما ينفعش أقول عليه حكيم، لأن الحكمة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ من معرفة ومهما بلغ من معلومات لا تبقى معرفته إلى مقارنة بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان دائما معرفته ناقصة. عشان كده أطلق على الفيلسوف بأنه المحب والباحث عن الحكمة، خلاص، وليس حكيم. طيب، بعد ذلك أبنائي الطلبة، طب نشوف بقى معنى الحكمة يا مس. ما هي الحكمة الذي يبحث عنها الفيلسوف، الذي يحبها الفيلسوف، الذي دائما يمشي وراءها الفيلسوف بالبحث والتنقيب؟ هي الحكمة معرفة الحق. هي ما ليست معرفة الحقيقة فقط، معرفة حقيقة الكون، لا، معرفة الرأي الصائب، معرفة الرأي السديد، معرفة الرأي الصحيح وتمييزه عن الرأي الخاطئ، معرفة الخير وتمييزه عن الشر، معرفة الفضيلة وتمييزها عن الرزيلة، معرفة العدل وتمييزه عن الظلم والمطالبة بالعدل وتفعيله إلى آخره. طيب، هل يتوقف حدود الحكمة عند المعرفة والنظر؟ لا، احنا قلنا خلاص بقى إن الفلسفة ليست نظر فقط، ولكنها عمل، ولكنها عمل، عمل بالعدل، عمل بالديمقراطية، مبادئ الديمقراطية، عمل بمبادئ، عمل بالخير وما ينص عليه الخير. احنا عرفنا إذن الفلسفة في تعريفها اللغوي هي أصلها يوناني، بتعني محبة الحكمة، فيلسوف حب الحكمة، الفيلسوف هو الباحث دائما عن الحكمة. الحكمة هي كما هو مبين أمامك وكما شرحت منذ قليل. طيب، ننتقل على النقطة الأخرى. يبقى احنا كده لازم يكون واضح في ذهنك أهو عشان ما تسرحش مني. بدأنا بالنشأة وقلنا هي نشأة يونانية خالصة، دخلنا من بعد النشأة على تعريفها اللغوي. دلوقتي هناخد التعريف العام تعريفات عامة بقى للفلسفة، تعريفات أخرى للفلسفة. تتعدد تعريفات الفلسفة من حيث أنها يعني لا يوجد تعريف عام، لا يوجد تعريف واحد، معلش معذرة، لا يوجد تعريف واحد للفلسفة. تتعدد تعريفات الفلسفة لأن الفلسفة
بتأتي إلينا. طبعا احنا قلنا واتفقنا ان سقراط كانوا له وجهة نظر، اكيد عرف الفلسفة بشكل مختلف عن افلاطون، وافلاطون عرف الفلسفة بشكل مختلف عن استاذه، وارسطو عرف الفلسفة بشكل مختلف عن اساتذته اللي سبقوه. عشان كده بقول احنا ما نقدرش نمسك تعريف واحد للفلسفة ونقول هذا هو التعريف الوحيد للفلسفة، لا، هناك تعريفات عديدة وتعريفات مختلفة، لان كل فيلسوف بيأتي بتعريف على حسب ظروفه، على حسب ثقافته، على حسب العصر الذي يعيشه. اهو كل فيلسوف له رؤيته وله وجهة نظره الخاصة. طيب، وهذه الرؤية طبعا احنا عارفين ان لكل فيلسوف ظروف، يعني ظروف عصر سقراط غير ظروف عصر افلاطون غير ظروف عصر ارسطو. تمام، عشان كده كل واحد له فلسفة خاصة به وله معرفة خاصة به. لذلك نقدر نقول عن الفلسفة في احد تعريفها او في الاتجاه الاول هي العلم الكلي. خلي بالك انا اتفقت معاك وقلت لك اطلق على على الفلسفة لحد وقت قريب جدا جدا أم العلوم أو علم العلوم، لأنها ذلك العلم الذي يتناول أمور الكون كله بالبحث والدراسة والتأمل والنظر و إلى آخره. عشان كده في أحد معانيها هي العلم الكلي وليس علم جزئي. الفلسفة طبيعي جدا كان زمان هتلاقي الفيلسوف طبيب وفقيه وعالم فلك وعالم فيزياء، وكان له اسهامات في معظم المجالات، يعني الفيلسوف كان موسوعه. طيب الوضع اختلف في مصر الان لماذا؟ نظرا لان العصر اللي احنا عايشين فيه عصر اصبح فيه تشابك للاحداث وفيه تشابك للامور بشكل كبير، اصبح من الصعب ان الفرد واحد يكون ملم بكل ما هو محيط به. يبقى إذن الفلسفة في أحد معانيها والاتجاه الأول هي العلم الكلي الذي يبحث في أصول وغايات الكون والطبيعة والإنسان، الكون بشكل عام والطبيعة والإنسان. طيب هدفه إيه بقى؟ كشف الحقيقة ذاتها، حقيقة الكون. ليه الكون؟ كيف وجد أو المادة الأولى اللي ظهر منها الكون؟ لماذا نشأ الكون على هذا النحو؟ طيب إيه الهدف من وجود الإنسان في الكون؟ الطبيعة، تناول الظواهر الطبيعية بالبحث والدراسة بشكل ملائم لظروف العصر وملائم للأدوات اللي كانت متاحة للفلاسفة في ذلك الوقت. يبقى الفلسفة تتناول الكون بشكل كلي، عشان كده قلت في الاتجاه الأول إلى العلم الكلي من أجل الوصول إلى معرفة العلل البعيد. دائما التأمل والنظر اللي بيمارسه الفيلسوف عينه دائما على ما هو بعيد، دائما على المبادئ الأولى، الأصل الأول أو المبدأ الأول اللي نشأ عنه الكون، والأسباب غير المباشرة عين الفيلسوف دائما. لان طبعا احنا بنقول الفيلسوف يتميز بالنظره التامليه العقليه المختلفه عن نظره الانسان العادي. انا في حياتي العاديه ما بشغلش بالي بما هو بعيد، الفيلسوف يشغل باله ما هو بعيد، يشغل دائما باله بالمستقبل. يعني الفيلسوف لا يتوقف حدود تفكيره عند اللحظه الراهنه، لا، دائما وابدا عين الفيلسوف على الواقع من اجل تغييره ومن اجل الوصول ومن اجل تقديم رؤيه مختلفه عن الموضوع اللي بيناقشه في المستقبل. لذلك زي ما احنا قلنا اطلق على الفلسفه علم العلوم او ام العلوم. تتسم الفلسفه لماذا؟ لانها تتسم بنظره شموليه، كانت في شمول، في كل، في اشتمال، وفي ملاحظات دقيقه لكل ما يحيط الانسان في هذا الكون الكبير. بعد ذلك ابنائي الطلبه الاتجاه الثاني هي طبعا احنا قلنا ان سقراط له وجهه نظر، افلاطون له وجهه نظر، ارسطو له وجهه نظر، ديكارت له وجهه نظر، فرانسيس بيكون، دي اسماء فلاسفه عظام هنتناولها ان شاء الله باذن الله. لازم تكون واضحه في ذهنك عشان ممكن يجي لك سؤال اسم الفيلسوف في الاسئله اللي ممكن احنا نتعرض لها. يبقى انت عارف ان فلسفه اليونان العظام كل مدى هناخد اسماء جديده وهنشوف اسماء جديده وهنتعرف على اسماء جديده. يبقى كل فيلسوف قدم لنا فلسفته حامله لوجهه نظره. وجهه نظره ده جايه منين؟ جايه من مجتمعه، جايه من ثقافته، جايه من ظروفه اللي كان بيعيشها في هذا المجتمع. تمام؟ يبقى اذا يمكن اعتبار ان لكل فيلسوف وجهه نظر خاصه به، ومن خلال هذه وجهه النظر يبدا ينشئ فلسفة وينشئ فكر تأملي نظري خاص به نابع أولا من ظروفه المجتمعية التي تحيط به. طيب يبقى قبل ما نخش على الأسئلة هناخد عملية مراجعة سريعة على موضوع الحلقة النهاردة.
بدأنا بنشأة الفلسفة، بعد ذلك شفنا تعريف كلمة الفلسفة، أو عرفنا الفلسفة وصفها، لها أصل لغوي، فيلوسوفيا حب الحكمة، ولها تعريف آخر، تعريفات تعريف آخر ينقسم بدوره إلى الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. إن شاء الله أنا واثقة إن كنتوا الموضوع واضح في ذهنكم. موضوع الحلقة النهاردة كان سهل وبسيط جدا، ومعروض عليك بشكل مبسط وبشكل سهل وسلس، فأنا واثقة في قدراتكم على حل الأسئلة والتدريبات. نشوف السؤال الأول واختيار من متعدد. السؤال الأول أبناء الطلبة، وهو اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يقول رينيه ديكارت، هو أحد الفلاسفة العظام، يقول رينيه ديكارت الحكمة، احنا قلنا بقى الحكمة خلاص عرفنا ايه هي الحكمة، بقى تفسير جامع للكون او نظام شامل للمعرفة البشرية. تفسير جامع للكون او نظام شامل، في كلية، في شمولية هنا تعكس، واحنا عرفنا ان الحكمة هي الفلسفة على طول، حب الحكمة، فلسفة حب المعرفة، حب البحث، حب التأمل، حب التعقل. تعكس العبارة السابقة الحكمة من حيث انها تهتم، هل الفلسفة بتهتم بالمعرفة الجزئية يا اولاد؟ تدرس المعرفة المباشرة، تقويم متكامل وكامل وشامل للحقائق، تقييم للحقائق. نعم، برافو عليكم، هي تقويم كامل ومتكامل، او تقويم او عرض كلي وشامل للحقائق وللموضوعات وللظواهر المحيطة بنا. برافو عليكم. بعد ذلك السؤال الآخر أبناء الطلبة، هو أيضا اختيار من متعدد. يقول سقراط الفيلسوف اليوناني الشهير، الفلسفة هي السعي وراء الحكمة وبلوغ الحكمة والعمل بهذه الحكمة. تشير العبارة السابقة إلى تعريف الفلسفة. نعم، أكاد أسمعكم من مكان من غير ما أرى الاختيارات، ولكن هقرأ عشان ممكن يكون واحد فينا واقع مش مركز. تشير العبارة السابقة لتعريف الفلسفة بجزء تعريفه كان جزئيا ولا مباشرا ولا لغويا ولا اصطلاحيا. نعم، إنه التعريف اللغوي للفلسفة. الحكمة، الفلسفة تحمل معنى الحكمة اللي هو المعنى اللغوي لها. الحكمة، واحنا يعني فيلوسوفيا، محبة الحكمة ومحبة البحث ومحبة المعرفة بشكل عام. السؤال الآخر أبناء الطلبة، هو أيضا اختيار متعدد. الفلسفة هي مجموعة فردية، مجموعة فردية، مجموعة خاصة بفرد، مجموعة خاصة بفيلسوف، مجموعة طبعا من الأفكار والآراء والمعلومات، من الأفكار والمعلومات والمعتقدات. تؤكد العبارة السابقة على أن الفلسفة معرفة مباشرة، وجهات نظر، وجهات نظر علما جزئيا علم العلوم. أنا طالما قلت هي مجموعة من الأفكار الفردية الخاصة بفيلسوف معين، يبقى إذا على طول عينك تروح على وجهات نظر. برافو عليك، أن الفلسفة تأتي إلينا حاملة لوجهات نظر الفيلسوف، اللي هو بدور دوره جايبها منين؟ جايبها من مجتمعه، جايبها من ثقافته، جايبها من الظروف المحيطه بيه. عشان كده بقول ان الفلسفه في احد معانيها الهامه هي وجهه نظر للفيلسوف تجاه المجتمع وتجاه الانسان وتجاه العالم بشكل عام او الكون بشكل عام. يقول ايضا سقراط في السؤال الذي يلي الاسئله السابقه، يقول سقراط الفلسفه هي البحث العقلي المؤدي الى الخير. يعني البحث عقلي هدفه الوصول إلى الخير، هدفه الوصول إلى الفضيلة، هدفه الوصول إلى كذا وكذا، وتبحث كائناتها الطبيعية وجمال، وتبحث عن الكائنات اللي هي يعني بتبحث دائما في الطبيعة وجمال نظامها، اللي هو ترتيب الطبيعة بشكل نسق وبشكل نظامي وبشكل إبداعي، ومبادئها وعلتها الأولى. تؤكد المقولة السابقة على أن الفلسفة هل تهتم بالمعرفة الجزئية، بتدرس المعرفة المباشرة، علم العلوم الشاملة، تقييم الحقائق. نعم، أكاد أسمعكم فعلا أن الفلسفة هي علم العلوم، الفلسفة هي أم العلوم، الفلسفة هي العلم الذي يبحث في مجمل ظواهر الكون بشكل عام. السؤال الآخر وهو اختيار من متعدد، أفلاطون كان تلميذ سقراط، قال إن الفلسفة هي الدراسة المنهجية للفكر من أجل الوصول إلى الحقيقة، حقيقة الإنسان، حقيقة الكون، حقيقة كل ما هو موجود. نستنتج من المقولة السابقة إن الفلسفة تهتم بالمعرفة الجزئية، تدرس المعرفة المباشرة، تبحث عن المبادئ الأولى، تقييم الحقائق القريبة. برافو عليك. نعم، دائما وأبدا الفيلسوف عينه على الأول، الفيلسوف عينه على الغير مباشر اللي ما بيظهرش للناس بشكل مباشر، عينه دائما على الأصل، عينه دائما على الجذور، هي هذه هي المبادئ الأولى.
يقول أرسطو أن الفلسفة هي العلم الذي يكتشف الطبيعة الحقيقية للعناصر الخارقة للطبيعة. فلسفة هي العلم اللي عنده هدف إن هو يكتشف الطبيعة الحقيقية للعناصر الخارقة للطبيعة. نستخلص من المقولة السابقة إن الفلسفة تهتم بالمعرفة الجزئية فقط، بتدرس المعرفة المباشرة، تبحث عن أصل الأشياء، تقييم للحقائق القريبة. أظن الموضوع واضح، اللي هو نعم تبحث عن الأصل، تبحث عن الجذر، تبحث عن الأساس، تبحث عن المبدأ الأولي. السؤال الآخر، وهو أيضا اختيار من متعدد، الفلسفة طريقة تفكير في موضوعات معينة تشمل الفضيلة وتشمل العدل وتشمل الجمال وتشمل قيم كثيرة، أصل الوجود والزمن والحق والخير والجمال، قيمة الحياة، البحث عن أساس الكون، البحث عن علة وجود الإنسان، البحث عن المبادئ الأولى. توضح العبارة السابقة نشأة الفلسفة بمعناها الحقيقي في بلاد، نعم، هل الهند؟ لا يا ميس، ده كان في الهند فكر أخلاقي وديني. هل في مصر؟ لا برضو. هل في اليونان؟ هل في الصين؟ يبقى على طول عيني هتروح على مين؟ ظهرت بشكل حقيقي الفكر الفلسفي الحقيقي اللي تناول هذه الموضوعات بالبحث والدراسة كان في بلاد اليونان. طب هل الحضارات اللي كانت موجودة في الوقت ده ملهاش أي نشاط فكري؟ لا، كان لها نشاط فكري، ولكن نقدر نقول عليه كان نشاط يجمع ما بين الأخلاق والدين، نشاط ينظر أكثر إلى، وكان فيه هندسة وكان فيه رياضة وكان فيه فلك، ولكن الفكر النظري الفلسفي التأملي العقلي بشكل كبير ظهر أول ما ظهر في بلاد اليونان. يقول ابن سينا، هو أحد الفلاسفة العرب المسلمين بالمناسبة في عصور الفلسفة الإسلامية أو في عصر الفلسفة الإسلامية، الحكمة هي استكمال النفس الإنسانية بتصديق الحقائق النظرية والعملية. يعني هو بيقول لك إن الحكمة مش نظر فقط، ده عمل. مش الحكمة مش إن أنا أقعد أقرأ 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 وأديك معلومات كتيرة، لا، إن أنا أقرأ وأطبق، أقرأ وأشتغل، أحول ما قرأته وأحول ما تأملته إلى الاهتمام أكتر أو تطبيقه أكتر في عالم الواقع وعالم الحياة اليومية. توضح، لا انا قلت على فكره كده، انا كده جاوبت. توضح العباره السابقه ان الحكمه على طول، برافو عليك، تقويم متكامل للحقائق، تقويم يعني نظره كليه ونظره كامله ومتكامله يتعدى حدود النظر الى حدود العمل. هذا هو معنى الحكمه التي يقصدها الفيلسوف المسلم العربي ابن سينا. كان الشرق القديم سباقا، كان له السبق وكان له الريادة في إقامة حضارات فنية مبهرة، زي حضارة مصر القديمة، زي حضارة الصين القديمة، زي حضارة العراق، الحضارة العراقية، في إقامة حضارات فنية مبهرة حيث جمعت بين المشاهدات والتجارب. كان في تجربة وكان في رياضة وكان في بحث وكان في عمل بجانب العبادة والإيمان طبعا. يدلل الموقف السابق على أن الفكر الأخلاقي في الشرق القديم يتسم النظر البحث العمل والديني، التحليل النظري الديني البحث. برافو عليكم، انه العملي والنظري، العملي والديني، الجمع ما بين العملي والديني. هتلاقي الناس بيفكروا في الدين والاخلاق في نفس الوقت بيعملوا حضاره وبيشيدوا حضاره وبيشيدوا معابد وبيشيدوا مباني معماريه بعقليه هندسيه متطوره وبلغت حد من التطور لا نعرف له، لا نعرف سببه او علته الى الان. تمام. بعد ذلك السؤال الآخر برضو اختيار من متعدد، تعد مشكلة بقى الإنجاب الاصطناعي والذكاء الاصطناعي والمشكلات البيئية إلى آخره، وزرع الأعضاء من الموضوعات التي ظهرت على الساحة مؤخرا وجذبت اهتمام الفلاسفة لمعرفة مشكلاتها الأخلاقية. يدلل الموقف السابق على الفلسفة في العصر، على طول عينك هتروح، أنا شايفاك عصر الرهن طبعا. طبعا دي المشكلات اللي بتعالجها الفلسفة في العصر الراهن، العصر الحالي، المشكلات البيئية، الذكاء الاصطناعي، الإنجاب الاصطناعي، زرع الأعضاء وإلى آخر المشكلات اللي أنا عارفة متأكدة إنك أنت عارفها موجودة حاليا في عصورنا الحالية. السؤال الآخر أو النوع الآخر من الأسئلة، وهي الأسئلة المقالية، مهمة جدا يا ولاد، قلت لكم دايما ما تضيعوش نمرة السؤال المقالي من إيديكم، لأنه دايما دايما دعم وسند لي. السؤال المقالي دايما بيرفعكم، يعني دايما السؤال المقالي مهم. ظلت الفلسفة عند المحدثين تحمل طابعا فرديا، وبقيت مذاهبها مجرد وجهات نظر تحمل الإشارات أو تحمل وجهات نظر أصحابها.
في ضوء العبارة السابقة استخلص تعريفا اصطلاحيا للفلسفة. برافو عليك، أنا شايفاك وأنت بتقول التعريف إن الفلسفة هي عبارة عن وجهة نظر عقلية خاصة بفيلسوف ما تجاه العالم والإنسان. شكرا جزيلا، أنت صح، برافو عليك، تمام. طب السؤال الآخر هو مقالة: أصبحت الفلسفة اليوم في العصر الراهن في العصر المعاصر أكثر اقترابا من حياة الإنسان، من المشكلات الحياتية والمشكلات البيئية والفلسفة النسوية، دي برضو أحد أهم الفلسفات اللي موجودة دلوقتي، بتهتم بقضايا المرأة وقضايا المرأة المعرفية يعني أو العلمية. تعاني ما يعانيه الإنسان أكثر اقترابا من قضايا العصر ومشكلاته. دلل بمثال من عندك على ما تشير إليه العبارة السابقة. طبعا إن هو هنا بيتكلم عن الفلسفة في العصر الراهن، القضايا التي تهتم بها الفلسفة اليوم، زي ما قلت لك بالضبط، قضايا التغيرات المناخية، القضايا البيئية، القضايا الناجمة في مجال زرع الأعضاء، قضايا البيئة، الفلسفة النسوية، كثير كثير من القضايا الحياتية المعاصرة والموجودة حاليا الفلسفة أخذت تهتم بها بشكل كبير. وهذا معناه أن الفلسفة خرجت من إطار النظر إلى إطار العمل، أو بتجمع ما بين النظر وبين العمل. أن الفلسفة كفكر نظري أصبح لها دور كبير في تقدم المجتمعات، وأصبح لها دور كبير في تناول القضايا والمشكلات المعاصرة التي يعاني منها العالم أجمع. كان هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. هذه الحلقة الممتعة كانت من إعداد الأستاذة إسراء سامي محمد وتقديم الدكتورة سماح عبد الله محمد إسماعيل. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة وجديدة من حلقات مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.